هذايا بيجا شارع 18 جانف يشوفوا كيفاش هاي خدمتك المقاول اللي خدم شوفوا كيفاش الماء محصورين تو ما نجموش نتعداو محصورين في 18 جانف تفرجوا انو الماء كيفاش هذايا شارع 18 جانف هذايا خدمة المقاول لكن اللي جينا وقت قلنا له كيفاش قال تعرفوا خير مني انتوما هاي انو المال العام انو ويت ريتوه نداء للبلدية والحماية المدنية ولناس يجيو هنا باش يشوفوا المهج اللي فيه أنا محصورين ما نجمناش حتى نتعديه وتفرج هذا يا شارع 18 جان في بيجا أنا في واد معناها مش حومة مش حي واد هذايا كي جينا نكلموا في المقاول قلنا له راهي الخدمه غالطه المسؤولين والمقاول قال لك لا تعرف خير منا انت هاي يا سيدي هاي فلوس الدوله وين ماشي هاو شارع 18 جام يفرج فماش بلديه خرجت ولا لوناس خرجت ولا حد تحرك حتى حد هاني السيركيلاسيون تعطلت نكراها بتفرجوا كيفاش ولا حياة لمن تنادي شارع 18 جنفي عبارة على واد ماهوش مش نهج فرج شوف قالوا في سيدير هابط فلوكة هابطة فلوكة نداء عازل للبلدية ولو ناس اخرجوا تحركوا فزوا من بيرواتكم فزوا من بيرواتكم يهديكم ربي اخرجوا واخدموا واخرجوا واخدموا ناس ما لقيت محصورة ما لقيت كيفاش تتعدى حتى الشارع اشتاحلي سامحوني يا جماعة التليفون باش يتسكر الشارع اشتاحلي نعاود نفكر قبل ما يسكر التليفون اخرجوا اخرجوا يا لوناس يا البلدية اخرجوا اخدموا على ارواحكم صيب عليكم